تعرف الجزائر خلال الأيام الأخيرة تراجعا ملحوظا في عدد الإصابة بكورونا، وما جعل الإقبال على اللقاحات المضادة لها يتراجع أيضا، أو يمكن القول ينعدم تماما، لتصبح الألاف منها معرضة للتلف إذ ما تجاوزت مدة صلاحيتها أو تراجع فعاليتها مع مرور الوقت. نعم، هذا يتعلق بكل اللقاحات. اللقاحات هي عبارة عن مواد كيميائية عندها مدة صلاحية، وإذا فتنا مدة صلاحية الفعالية تاعها تنقص، لهذا هي معرضة للتلف. لهذا لازم الناس راهي تجري مور اللقاحات في بلدان أخرى، وحنا ما راناش نديروا عملية التلقيح. أظن بأن الكثير يظن بأن الكورونا انتهت، ولكن أنا أذكر ما دام هناك ارتفاع في عدد الحالات في بلدان أخرى دائما يكون هناك خطر أن يكون متحور جديد، وحتى المناعة اللي كانت عندنا ممكن ما تكونش يعني فعالة ضد هذا المتحور الجديد. تحذيرات صارمة أطلقتها اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي وباء كورونا عن احتمالية عودة الوباء إلى الجزائر، كونها ليست بمنأى عن باقي دول العالم التي لا تزال تعيش موجات أخرى للوباء، ما يتطلب مواصلة السير في طريق الوقاية. حتى ولو كانت حاليا يعني تراجع كبير وكبير فيما يخص حالات كوفيد 19 والوفيات بالكوفيد 19، ولكن لازم ناخذ كل احتياط نتاعنا، نبقاو على التدابير الوقائيه، نبقاو. والله اللقاحات العمليه متواصله سواء في الجزائر ولا في كل بلدان العالم على الاقل حتى نهايه السنه. يعني اللقاحات مازالها يعني ساريه. رغم أن ألاف الجرعات من اللقاحات المضادة للوباء معرضة للتلف، إلا أن هذا ليس هو الأهم، فصحة المواطن لا تزال مهددة بمتحورات أخرى من الوباء، خاصة أن المناعة المكتسبة حاليا قد لا تدوم لوقت طويل حسب الخبراء.